على الرغم من استمرار أزمة نتائج الانتخابات حتى اللحظة، إلا أن ذلك لم يمنع اللقاءات والحوارات السياسية التي تجريها الأطراف الفاعلة في محاولة لرأب الصدع الحاصل داخل البيت الشيعي تارة وتثبيت ركائز الحكومة المقبلة أخرى. ولعل ما يشغل البال السياسي الآن للأطراف التي تجد نفسها غير معنية بأزمة النتائج هو شكل الحكومة المقبلة. فوفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي زار الهيئة السياسية للتيار الصدري أعلن صراحة عن طموحاته بالنسبة للمرحلة المقبلة، حكومة خدمية تنطلق من كونها محل ثقة المواطن العراقي، أما مباحثات ولادتها فهي بالنسبة لهم تعتمد على المصادقة على نتائج الانتخابات. أكدنا على ضرورة أن نمضي لبناء عملية سياسية جديدة تعيد ممكن أن يكون محل الثقة للمواطنين وتقدم الخدمات ونضع العملية السياسية في سكتها الصحيحة بما تخدم الواقع العراقي ويكون مستقبل أفضل. هناك يعني الحوارات لا زالت حوارات تشاورية. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فلم تختلف رؤيته عن غريمه السياسي الوطني الكردستاني، خصوصاً وأنه كان قد سبقه إلى بغداد بوفد أراد إيصال الرؤية الكردية للأطراف المعنية في العاصمة بهدف جس النبض قبل الشروع بمباحثات تشكيل الحكومة، فيما التخوف دفع المراقبين إلى مطالبة القوى السياسية بالذهاب لحكومة أغلبية تنهي الجدل وتمنع وصول المشهد إلى مرحلة كسر العظم. على القوى الفائزة، وأقصد بالتحديد الكتلة الصدرية ودولة القانون وتقدم والكتلة الكردية، الشروع بتشكيل تحالف وتشكيل أغلبية سياسية، يعني اليوم مش منتظرين، ليش هذا التسويف؟ ووفقا لما ذكر تبقى عجلة الحكومة المقبلة تدور في مكانها نتيجة ما يصفه البعض بالانسداد السياسي الذي أفرزته الانتخابات السابقة، فيما التطلعات الشعبية تتجه صوب الكتلة الكبيرة التي تنتظرها هي الأخرى قرارات قد تكون مصيرية بالنسبة للبلاد في قابل الأيام.